نقدم إلكترو شرير، التطبيق الذي يجعلك تستخدم الأشرار لمهامك المؤذية. لدينا شرير لأي مهمة، إنه بسيط، اختر، تحقق، واطلب. المجمع أمضى أعواما في جمع الفن الرفيع والناس الأشرار. لن تتمكنا من الهرب. لذا لو أن عينيك لا تطيق رؤية شخص أو شيء يتأذى، انظر عليه وهو سيتصرف. مجموعتي تزداد. يمكنك رؤية الموعد المتوقع لوصول شريرك. أراكما قريباً. تحتاج ترفيهاً؟ إذاً تحتاج دب الشر. لا تخدع بشكله اللطيف، في الداخل يعيش رجل شرير. أنت مشاغبة. سيبدأ حفلاً في سعادة على حساب أصدقائك. هذا سيضحكك كثيراً. تحتاج الخروج من رحلة مدرسية. تحرك يميناً واطلب انتقاماً. هذه الشريرة تقطع الأشياء نصفين. سأهزمكما. سيرتها تتضمن سيارات، جدرانا، وحتى المعالم الشهيرة. دارؤكما، يجب إحلاء المكان. تحركوا من هنا بهدوء. سوف تصنع ضجة كبيرة تجذب الانتباه عن الآثار المصرية. سأهزمك وآخذ الميراكولس. التلفاز قد يصبح مملا، لذا اجعله مسليا مع ملكة السبق. ستصنع دراما. احتجزتنا. وكوميديا. مقرف. وحتى قصص حب. هل ستؤكدني هذه المعلومة الليلة؟ ماذا؟ ولو هذه ليست تسلية فلا أعرف ما المسلي إذن. رائع جداً. صحيح، اكتفيت من التكنولوجيا، إذن تحتاج الروبوتس. هذا الآلي الصغير يمكنه إحداث ضرر للأجهزة أكثر من دلو ماء. لذا لو تحلم بيوم عطلة من المدرسة فهذا الآلي مناسب لك. إلكترو شرير، الطريقة السهلة لإحداث الضرر. تطبيق إلكترو شرير ليس حقيقياً، لا يمكنك تحميله من أي متجر تطبيقات، لكن يمكنك مشاهدة ميراكولس ورؤية كل الأشرار ينشرون الفساد، وليس أنت. الأجنحة السوداء اختفي. ميراكولس على قناة ديزني. اضغط للمزيد من فيديوهات قناة ديزني، ولا تنسى يمكنك مشاهدة قناة ديزني حصرياً على قناة OSN.